رحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل والفقرة الحوارية الرئيسية في هذه الحلقة. الحقيقة هي فقرة مهمة جدا، وأعتقد أن هي تهم كل المواطنين، ليس المزارعين فقط ولكن كل المواطنين في جميع المحافظات. وعلشان كده تليفونات موجودة على الشاشة، أي استفسار في هذا الموضوع احنا جاهزين للرد عليه على الهواء فورا، أو أي استشارة قانونية. عنوان الفقرة الحقيقة كيف تتصالح مع الدولة في مخالفات البناء. لذلك يسعدني أن أرحب بضيفي وضيفكم في هذه الفقرة، السيد الأستاذ علي سلمان المستشار القانوني. برحب بحضرتك سيادة المستشار. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك سعادتك. أنا سعدنا حضرتك معايا المرة الثانية، ربنا يخلي وإن شاء الله يعني هذا اللقاء يكون متكرر بصفة دائمة، علشان إحنا يهمنا نحن نخدم مشاهدينا. إحنا يسعدنا بالذات في الناحية القانونية. يسعدنا حضرتك. أعتقد حضرتك شايف وكلنا شايفين أنه القانون الخاص بالتصالح والاقتراب من نهاية المهلة عامل قلق لدى المواطنين. يعني عاوزين نوضح إزاي أنا كمواطن أقدر أقنن وضعي، إيه الآليات لذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو سعادتك قانون التصالح بما أنه قانون وقتي، يعني بيبقى محدد له وقت معين، ما هوش قانون أجاله طويلة، فبالتالي القانون ده اللي هو 17 سنة 19 المعدل بواحد سنة 20 جه في بعض لتصحيح بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في التشريعات اللي سبقت من 10 و 20 سنة، وكان الهدف منه سعادتك أنه يحافظ على الرقعة العقارية أو الثروة العقارية وأنه يتصدى للبناء العشوائي. هو سعادتك اللي حصل كالآتي، إن القانون لما صدر سعادتك في سنة 19/8/4/2019، القانون 17 سنة 19، كان الهدف منه إن الدولة شافت إن فعلا الثروة العقارية علاوة على البناء العشوائي، ودول حاجتين متضادين. يعني أنا عايز أحافظ على ثروة عقارية بتعتبر دي حاجة طراز الدولة، إنسان بلا أرض، دولة بلا أرض، دولة بلا عقار، مفيش. فبالتالي الهدف الأول للدولة إن هي الحياة الكريمة للإنسان. فالحياة الكريمة للإنسان لابد يبقى في عقار سليم، مقنن. عقار مقنن. عقار له مسمى، عقار شرعي ويخضع للمواصفات، ويخضع سعادتك للمواصفات الهندسية، وده اللي احنا سعادتك هنجيله دلوقتي. فالدولة لما لقت كده، والحقيقة القيادة السياسية حطت على ولايات أجندتها البناء العشوائي لأ، وحتى الرئيس السيسي اتكلم في المسألة دي أكتر من مرة وقال المناطق الخطرة، وقالها بالنص كده، يعني ما قالش المكان العشوائي، قال مناطق خطرة. خطرة ليه؟ لأنها خطرة من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الإنشائية على قاطنيها. فمن هنا كان الاتجاه علاوة على الدولة شغالة في طريق اسمه طريق المدن الجديدة وبكسرة شديدة الحقيقة، وإحنا يمكن في خلال الأربع خمس ست سنين اللي فاتوا شفنا طفرة لا بأس بها ما يقرب من 400-500-600 ألف وحدة سكنية اتعملت، ودي علشان أقول نص مليون وحدة سكنية، يبقى أنا النهاردة لو نص مليون في أربع أفراد بحوالي 2-3 مليون، وده رقم كبير. أنا خلال مدة زمنية قصيرة بقدر أنا شلت ناس كتير من مناطق خطرة في الدويقة، في تل العقارب كده. الملف له نواحي عديدة، من ضمن النواحي اللي للملف دوت لابد التصدي ليها وبقوة وبحزم، البناء بدون ترخيص. فبالتالي لما نيجي للبناء بدون ترخيص ويقول لي والله أنا عندي حوالي 3-4 مليون مخالفة مباني، الحقيقة يا دكتور ده رقم، رقم طبعا ده رقم، ورقم كبير. 3-4 مليون مخالفة مباني، لو أنا جيت أقول النهاردة أنا أهدرت فيهم مواد، لأن أنا لو حزلهم أو أزيل نصهم أو أزيل جزء منهم، أنا برضو أهدرت ثروة عقارية، ثروة عقارية ومبالغ طائلة، مبالغ طائلة لمواد بناء كان أولى بيا أنا أحطها في مكان أستثمرها مكان يعني يبقى يفيد الدولة ويفيد المواطن. أما وإني أنا قدام 3-4 مليون مخالفة مباني يعملوا لي مبلغ ما يقلش عن 400-500-600 مليار جنيه، وده رقم لا بأس به،
يبقى كان لابد التصدي بقانون، والقانون هنا النهاردة أيا كان القانون وقتي أو دائم زي قانوني أنا النهاردة، قانون التصالح 17 سنة 19 المعدل ب21، ده قانون مؤقت. ومؤقت أستاذ علي يعني ينتهي بنهاية المهلة؟ ينتهي سعادتك يا دكتور بنهاية المهلة، ولرئيس الوزارة في اللائحة التنفيذية الحق في أنه يمد لمدد مماثلة. المدة كانت 6 شهور سعادتك. المدة عند صدور القانون 17 سنة 19 في 8/4/2019 كان لمدة 6 أشهر، ويحق الرئيس الوزراء أنه هو يمده لمدد أخرى. طيب هنرجع للنقطة دي بعد إذن حضرتك. معانا أولى المداخلات، رأفت من الجيزة. ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. لا وطي التلفزيون يا رأفت الله يخليك. تعال نتكلم بس بخصوص المخالفات. طيب بعد إذنك وطي التلفزيون واسمعني من التليفون بعد إذنك. أنا وطيت التليفون خالص أهو. تفضل. التلفزيون. ألو. يا رأفت. ألو. تفضل. بقول لحضرتك عايز أتكلم موضوع المخالفات، عايز أفهم حاجة كده. تفضل. طيب اسأل. الصوت مش واضح. لا صوتك انت وطي من عندك. وطي التلفزيون خالص بعد اذنك. قفلت خالص. طيب اتفضل احنا سامعينك. قفلت التلفزيون خالص، توطيته خالص. طيب اتفضل انا سامعك كويس. الصوت بيقطع مش واضح. ايه يا شباب؟ طيب شكرا رأفت. رأفت حاول تتصل تاني. اتفضل يا استاذ علي. بس فجه القانون سعادتك 17 سنة 19 المعدل بالقانون 21. احنا قلنا ليه مؤقت سعادتك قبل الاتصال؟ على انه له مدة محددة، والمدة كانت يحق رئيس الوزراء هي 6 شهور، يحق له مد هذه المدة 6 أشهر اخرى. تتوقع ان يحصل مد يا استاذ علي؟ والله وارد يا دكتور، لان احنا امام النهاردة عندنا فاضل حوالي 45 50 يوم حتى 30/9/2020، وهي المهلة المحددة لانتهاء مدة تقنين المباني المخالفة وانتهاء المدة المتاحة والمباحة للكل المخالفين للتقدم بالتصالح. فلما جه القانون قال لي والله أنا هو القانون شغلته يا دكتور في المجتمع، أي مجتمع أيا كان، علشان يبسط وجه الحق والحقيقة أمام الناس، وعلشان يوضح بعض الأمور اللي فيها غموض ولبس. فيجي يقول لي مثلا أنت دلوقتي راجل باني مخالف، في حاجة اسمها أنا راجل مقنن شيء معين معايا، زي راجل ماشي بسيارة بورقها سليم ومعاه ترخيص، فلو قابله حد من الجهات الأمنية يقول له والله ورق السيارة، يقول له هي نفس القصة. أنا لما يبقى لي عقار، العقار دوت المفروض ان يبقى له مسمى قانوني علشان يبقى لي مركز قانوني لهذا العقار. ايه المسمى بتاعي؟ المسمى طيب بتاعي. قبل المسمى بعد اذنك معانا محمد علي من البحيره. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل حضرتك. دلوقتي انا عندي عقار وعملت مصالحه مع الدوله. عملت مصالحه؟ ودفعت وخدت الايصال. هل هيبقى في اي ظروف تانية بالنسبة للإيصالات والمخالفات والحاجات دي؟ دفعت كام يا محمد؟ والله هو بقول لك المصالحة دي بتاع 2500. يعني دفعت جدية تصالح؟ جدية تصالح. دفعت دي 2500. وخدت حاجة اسمها نموذج ثلاثة؟ خدت نموذج ثلاثة. محرر لك محاضر أو حاجة؟ هو كان ليا محضر، كان ليا محضر وخلاص المحضر ده وقف حضرتك. لا المحضر ده وقف. المحضر ده وقف بالشهاده اللي انت خدتها اللي هي نموذج ثلاثة. كويس خالص. يبقى في الحاله ديت انت في الامان، والمفروض ان اللجنه اللي هي انت قدمت لها الطلب، في لجنه هيحليها الطلب، لجنه خارج الحي او المدينه، مجلس المدينه او الحي اللي انت قدمت عنده، اللجنه دي من مهندسين من خارج الحي خالص، هيقدروا قيمه العقار بتاعك قد ايه، ويقول لك سعر. انت في قريه ولا في المدينه؟ لا في قريه. قريه. هو القريه حضرتك هو ده المطلوب لحضرتك.
نعم وادي النطرون. وادي النطرون تمام. أوه. القريه بيبقى المبالغ في على المستوى العام على مستوى الجمهوريه كلها الحد الادنى لثمن المتر في المخالفه 50 جنيه والحد الاقصى 2000 جنيه، فانت غالبا هتخضع لشريحه ال 50 جنيه. ال 50 جنيه؟ اه غالبا يعني. ماشي حضرتك. ما دام هي قريه ومش في مدينه يعني. من 50 ل 100 جنيه على الاكثر يعني في المتر يعني. طب ساعتك بالنسبه للكهرباء؟ ما هو انت دلوقتي اللي انت دلوقتي لما تيجي طلب التصالح يتم الموافقه بيه، انت اللي انت عملته كالاتي: دفعت 2500 جنيه لان هو المبلغ اللي بيدفع من 500 جنيه لحد 5000 جنيه اللي هو رسم تمام. فحص الطلب تمام. رسم فحص الطلب اللي انت دفعته دوت اللجنه قدامها دلوقتي حوالي شهرين الى 3 شهور هتبت في الطلب. انت اللي انت خدته دلوقتي وقف لك المحضر بتاعك او يوقف الجنحه اللي ضدك او يوقف اي ازاله طالعه بشان العقار ده اللي انت تمام فات الوزير. بنشكرك يا محمد. اتفضل يا استاذ علي نستكمل. تمام ساعتك فاتت. فجي سعادتك القانون قال لي والله انا علشان الثروه العقاريه ما تهدرش وعلشان انا حضرتك كنت بتضرب مثل، انا لو انا راكب سياره وطلبت منه الرخصه تمام. خلاص انا لازم يبقى ورقي سليم، ده صحيح. بقدم الرخصه للجهات المعنيه، ده صحيح. العقار نفس الحكايه بالظبط كده. يبقى انا النهارده ما تقوليش اصل العقار ده بتاعي وانا قاعد فيه فانا ما حدش لي دعوه لا لي دعوه ونص. لا ده بيقول لك كمان استاذ علي ده انا بقالي 10 سنين وبقالي 20 سنه والله وبقالي انت وقاعد. انت بقالك 10 و20 و30 سنه احنا لحد النهارده وبكره عندنا سعادتك فيه بالامس القريب كنا امام عماره الشربطلي. اذا في بقالها العماره دي بقالها 105 سنه بتاع واحد اسمه فلان الفلاني الشربطلي. اذا انت امام مسمى مش كده؟ العماره ديت هتتلاقي ليها ورق لازم اي بني ادم في الدنيا اتخلق ليه اب وام. فبدام ليه اب وام اجي بعد كده اقوم انا اعمل له شهاده ميلاد. بعد كده هي الشغله كلها ورق، سواء للانسان وما يملكه الانسان. ما يملكه الانسان من عقار يبقى له ورق. الورق عباره عن ايه؟ ترخيص. هو الترخيص ده هيفيدني بايه؟ الاخ اللي اتكلم دلوقتي بتاع البحيره عنده عقار جايز ان هو يعني عنده ولد او اتنين او بتاع مجوزهم والامور يعني كده الله قوي، فبالتالي انا ما اجيش النهارده كدوله اقحمه في قصه يعني يتخنق منها. انا مش عايز دي، انا عايز برضه اكون سياسي في التعامل. القانون ايا كان هو يعني بيصدر من اجل راحه المواطن. احنا قلنا يا دكتور ان القانون. طيب بعد اذنك معانا ايمن من الدقهليه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ حامد كل سنه وانت طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه. الله يبارك فيك. معلش يا باشا احنا نهايه التصالح ده امتى ان شاء الله؟ نهايه التصالح 30/9/19 20 30/9/20 يعني مش 15/8 كان السيد محافظ الجيزة كان قال الناس اللي قدمت من حوالي أسبوعين ثلاثة أو شهر مثلا اللي سبق ليهم التقديم لحد أسبوعين ثلاثة أو شهر فات ده من حقهم إن هم يدفعوا لحد 15/8 تمام. طيب اللي لسه ما قدمش يقدم لغاية اللي لسه ما قدمش هو معاه الوقت يقدم، بس كل ما يعجل في الوقت يبقى أحسن ليه بقى طبعا يعني. طيب تمام حضرتك. طيب حتى 30/9/20 يا ريت موضوع البتلو الله يبارك فيك. انا مقدم بقالي 3 شهور على موضوع البتلو. طيب يا ايمن حاضر يعني بس علشان الحلقه دي مخصصه لاي استفسار خاص بالتصالح على مخالفات البناء. بنشكرك يا ايمن يعني ان شاء الله في الحلقات القادمه او تواصل معايا اي حاجه احنا تحت امرك. طيب يا حضرتك بتؤكد ان العقار ده لازم يكون ليه كينونه إجباري. لازم يكون ليه ورق يقنن. بالظبط يقنن. طب ايه فايده التقنين يا استاذ؟ فايده التقنين انا كمواطن هقول لك ايه فايده التقنين. هو التقنين ده فايدته فوائد عديده. فايدته يعني فايده واحده ولا فوائد؟ لا عده فوائد. الفائده الاولى انا النهارده عندي عقار ممكن يجي سين او صاد من الناس ينازعني فيه تقول لي والله اصل انا عندي كهرباء. لا ما هو ما يثبتش ملكيه والله الكهرباء ما تثبتش ملكيه. لا انا هفترض ان انا حائز شقه ساكن عندك في شقه، هو معنى ان انا دخلت النور بقيت انا الملك؟ انا مستاجر عند الدكتور حامد شقه في في العقار بتاعه. هل معنى كده ان انا ملك العقار او مش شقه او الوحده؟ لا طبعا انا حائز. وهناك فرق بين الملكيه والحيازه. طيب نقف عند النقطه دي بعد اذنك. معانا عبد الكريم من سوهاج.
السلام عليكم. عليكم السلام. والنبي كنت بسأل على موضوع المخالفات بتاعت البناء دي والمصالحة. ايه مشكلتك؟ قول ايه المشكلة؟ المشكلة انا عندي حوالي 160 متر لف وطابوق الارتفاع بتاعه 3 متر. سور؟ سور يعني؟ بني سور. بني سور ارتفاع 3 متر. بالنسبة لقوله ده كنت لازم صالحة زي أي واحد طبعا عامل عندان وصبة زي أي حد يعني. أنت اتعمل لك محضر ولا حاجة بالسور ده؟ اتعمل لي محضر وخدت مخالفة وعملت إيه المخالفة؟ برضو أنا قدمت في المحكمة وعملت قضية ورحت عندنا في المجلس فقال لي لازم تعمل مصالحة مع ال والقضية شغالة لسه. والقضية شغالة. طب يبقى أنت هتروح دلوقتي أنت فين في صعاب؟ في قرية ولا إيه؟ في قرية. قرية. هتروح المجلس مجلس المدينة أو الحي التابع ليه أنت وهتعمل طلب تصالح، هتقدم صورة البطاقة القومي وعقد الملكية اللي بيقول إن العقار ده يخصك أو الأرض دي منصور. الأرض اللي عليها الصور تخصك. وتدي له صورة المخالفة. علشان يقول لي انت من امتى السور ده انت بنيته، لانها تفرق معايا انت بني امتى، تفرق انت بني دلوقتي بعد شهر 22 ولا بني قبل كده ولا بني 2017 قبل كده. لا انا بني كان مكتوب لي في المجلس في المخالفه 2018. يبقى انت هتاخد له صوره محضر المخالفه معاك مع الورق بتاع اللي فيه دي الملكيه ومع صوره البطاقه القومي. نعم. شكرا يا عبد الكريم. معانا محمد من اسوان. دكتور اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاج محمد انت طيب يا دكتور وحضرتك بالصحه والسلام. سيادتك انا معايا فدانه نص ارض. اهلا وسهلا. تمام. وطلبت ان قدمت على حضيره مواشي ترخيص. الكلام ده من سلفك زون برمه. يقولوا لي حاضر هنطلع نعاين غير لغايه ما جات الاجراءات وغيره. وزوجتي خاصة أنا معي مشروع بتشيله جبته. يعني حاطه لو ما قلت بحوش عند الجيران بالإيجار. بدفع له فلوس إيجار عشان خاطر أنا ألحق المشروع ده أسده. طيب بص يا حاج محمد، يعني سؤالك ده خارج نطاق الحلقة بتاعتنا، ممكن حاج بس خد رقمي أو أنا هاخد رقمك من كنترول وأتواصل معاك. حاضر ونشوف المشكلة. بشكرك يا حاج محمد. معانا إبراهيم من أسيوط. ايوه يا فندم مع حضرتك. السلام عليكم. اتفضل. عليكم السلام. بفضل الله يا فندم. انا مشتري بيت دلوقتي من 3 سنين. تمام. بيت جديد وصاحب البيت ده ما دفع، يعني خسر واخد محضر ودفع 30,000 وجاب بالمخالصه. تمام. بالنسبه لي انا دلوقتي ايه الوضع؟ يعني 30,000 دفعهم ايه؟ جديه تصالح ولا عمل ايه؟ هو ايوه كان واخد محضر حضرتك وفندم ودفع 30,000 يعني. دفع لمين؟ دفع غرامه للمحضر. الحكم صدر بالغرامه. دفع ال 30,000 ولا راح الحي عمل مصالحه وجديه تصالح 30,000؟ لازم تفهم. لا هو دفع حضرتك، انا الشرطه كانت حاكمه عليه بسجن وغرامه. انت دفعت ده حكم محكمه. لو اللي انا اشتريت منه يعني قبل انا ما اشتري. طيب انت برضو لازم تعمل تصالح. لازم اعمل تصالح. هقول لك ايه اللي هيحصل. انت كده دفع 30,000. تمام. هتعمل تصالح، هنيجي يقول لك والله ده انت عليك كده 40,000 قيمه الايه الاعمال اللي عليك او قيمه المبنى او كده. هنضرب 200 متر في المتر بقد كده، يدينا قد كده العقار بتاعك. طلع 40-50,000. هنخصم ال 30,000 اللي دفعوا من 40-50. يعني ما راحوش. ما راحوش. لا ما راحوش. يعني بتخاصم يا فندم. لا ما راحوش، المبلغ موجود. جه عليك جه 30,000، يبقى خلاص انت مفروض تقدم ما يفيد ان انا دفعت ال 30 اللي الدوله بتطالبني بيهم في التصالح. يبقى انا كده شكرا معليش حاجه. تمام يا فندم. تمام. شكرا يا ابراهيم. طب استاذ علي، يعني كيفيه تقديم الطلب؟ يعني بس برضه عاوزين نوضح يعني بعض النقاط للمواطنين. تمام. انا بتوجه للحي. تمام. او للوحده المحليه. تمام. بقدم طلب بالتصالح على العقار المخالف او على الارض اللي انا تعديت عليها. تمام. صح.
هل في صيغه معينه في للطلب؟ هو سعادتك اللي بيحصل او نموذج معين. هو القانون، القانون الحقيقه برضو يعني لو اني هو في امور غير واضحه، ويمكن الراي العام والاعلام دلوقتي يوميا بشتى انواعه وكافه انواعه، الاعلام دلوقتي الامور شويه يعني فيها قدر بسيط من اللبس، مش عايز اقول تخبط، من اللبس او عدم، يمكن الدكتور ده طلب ده طلب حضرتك، ده نموذج ده نموذج مطلوب، ده نموذج سعادتك هو ايه في البيانات المستندات المطلوبه اللي انا هقدمها زائد بكتب بياناتي كلها تمام، وده انا بجيبه من الحي التابع للعقار المخالف. ناخد بالنا من النقط دي. يعني انا رايح النهارده، انا عندي العقار بتاعي في الدقي، رحت على طول على حي الدقي، فرحت قايل له انا عايز اصطلح على طول، فراح قايل لي اديني صوره البطاقه القوام، اتفضل. عايز ايه تاني؟ قال لي عقد الملكيه، عقد الملكيه في صحه توقيع، صحه ونفاس كده، او كشف تحديد مساحه، العوايد، في عوايد ولا لا، اي حاجه تقول بس ان البيت ده بتاعي، اي حاجه يعني، علشان بعد كده انا هيبقى البيت ده بتاعي ونص، يعني اذا كان هو ايه حاجه تقول له دلوقتي وانا داخل ده البيت ده بتاعي، بعد كده يبقى البيت ده بتاعي بقى، يعني موضوع اختلف خلاص. عندي عوايد، عندي نور، عندي ميه، كل ده كويس، احنا قلنا النور والميه حيازه، بس على الاقل دلوقتي باب ملكي اخش بيه، باب ملكي اخش بيه علشان اسمي نفسي وانا داخل، بحيث ان انا ما اقولش والله ده انا جاي لك فاضي وليه عقار في الدق في شارع ايران بس كده، لا طبعا لازم تقول لي اي حاجه. طيب في مخالفه عليك؟ هات لي صوره المخالفه اهي. طب ما فيش مخالفه، لازم اعمل عندي، وده بقى اللي كان عامل بعض التعقيدات في التكاسل عن تقديم طلبات التصالح. بعد التعقيدات دي كانت ايه سعادتك يا دكتور؟ كان اهمها تقريرين من مهندس استشاري وتقرير سلامه انشائيه ورسومات للعقار. تقرير سلامه انشائيه وتقرير مهندس استشاري وكده في معظم الاماكن مش موجود، مش موجود، دي حاجه. الحاجه الثانيه دي من المعوقات. الحاجه الثانيه انا ممكن ادفع جديه تصالح للعقار 10,000 جنيه لو انا في قريه او كذا او كده، واروح اعمل التقرير الاستشاري والهندسي وجسه العينه والاساسات ب 20,000-30,000 جنيه. يعني كنت انا حضرتك من المعوقات اللي خلت الامور شويه ما فيهاش. طب بعد اذنك هنستكمل المعوقات دي معانا محمد من الشرقيه. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور حامد؟ اهلا وسهلا يا محمد، اتفضل. انا باني على باني دور وقعتي 130 متر. وعلى 30 متر 130 متر. دلوقتي طالبين التكرير الهندسي والحاجات دي دلوقتي في المبلغ. لا الصوت، الصوت مش واضح يا محمد، يعني علي صوتك شويه. يعني خليك كده في مكان فيه شبكه بعد اذنك. طالبين تقارير من تقارير هندسيه وحاجات زي دي ببالغوا في الطلبات، يعني ممكن توصل للطلبات دي لما اخلصها 5,000 6,000، وانا واخد براءه من 2011 وقاعد في البيت. فدلوقتي التقارير الهندسيه دي طالبه يجي 5,000 جنيه، المهندسين عاوزينها يعملوا رسم هندسي وسلامه انشائيه. زي ما الاستاذ علي بيقول. فطالبين مبلغ كبير. واحنا في عزبه مش ما بينا، وهو دور واحد اللي بنيه. ماشي. دور ارض وقاعد فيه. ماشي. طيب. يعني مش عارف برضه في مجلس المدينه. اتفضل. ماشي. النقطة الأولى اللي هي خاصة بالبراءة، أنت خدت براءة دي في الشق الجنائي، إنما أنا عندي في تاني شق إداري. الشق الإداري أي حكم يا دكتور؟ بيصدر في مخالفات البناء بيصدر من شقين. عندي شق جنائي ألا وهو الحبس أو الغرامة أو أيهما أو كلاهما، زائد شق إداري اللي هو الإزالة، ودي بيسموها العقوبة التبعية للعقوبة الأصلية. تمام. فالنهاردة أنا ممكن أكون خدت براءة. أشكرك يا محمد وخليك معايا تسمع الإجابة. في الشق الجنائي أنا خدت براءة. لعب في إجراءات، لعب في 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 المحضر، لعب إجرائي. لأني أنا مثلا انقضاء بالدعوة الجنائية المضي 3 سنين فسقوط الدعوة، كل ده وارد يعني. سقوط الحكم 5 سنين كل ده ممكن. إنما هل أنا معنى إن أنا خدت براءة فانا كده مش مخالف؟ لازم افرق.
ما بين انا مدان ولا مخالف، ومش كل مخالف مدان والعكس. انا النهارده مخالف يعني ايه؟ يعني انا النهارده بنيت بدون ترخيص. انت خدت براءه، ده خدت براءه جايز، براءه شكليه في حاجه معينه، احنا ما قدمناش القضيه عشان في نقطه بس مهمه. حضرتك بتقول مش كل مخالف مدان والعكس، والعكس دي محتاجه توضيح. محتاجة بس بعد اذنك ناخد الحاج ابراهيم من المنوفيه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا حاج ابراهيم. بقول لحضرتك يا دكتور، انا بني على بقى 80 متر. على 30 متر؟ 80. 80 اه. دكتور مريض. لا، وطى التلفزيون يا حاج ابراهيم. وطى التلفزيون بعد اذنك واسمعني من التليفون. بقى 80 متر بالطوب الابيض. بالطوب الابيض. هل انا عملت موضوع تصالح بعد كده اثناء المصلح؟ ده من امتى؟ انت باني من امتى يا حاج ابراهيم؟ لا 2011. ماشي. 2011. تمام. ماشي. اتعمل لك محاضر؟ اه. المحضر خدت فيه ايه؟ المحضر احتفظ في الوحده المحليه. اتحفظ؟ لا، محفوظ في الوحده المحليه. طيب ماشي. طيب بشكرك، بشكرك يا حاج ابراهيم، وهتسمع الاجابه من الاستاذ علي. هو طبعا المحضر اللي اتعمل من 2011، طبعا 2011 دي لوحدها سنه ليها ظروف خاصه، عشان طبعاً بس نبقى احنا يعني ايه مدركين بالزبط. يعني من بدايتها من يناير 2011 وما مر بها من احداث حتى نهايتها، كانت سنه فيها برضو الامور مرتبكه، والدوله كانت خارج السياق. ما كانش فيه دوله. لا بالزبط. لا، كانت خارج بالزبط. السياق يعني ما كانتش حلو ايه، حلو التعبير ده. تمام. لا الحقيقه خارج السرب كمان. كانت خارج سرب الدول. فبالتالي يعني انا مش هلوم اي جهاز من الاجهزه في الدوله في الفتره دي. هو بيقول لك اتحفظ، اولا ما فيش محضر بتعمله الإدارة المحلية أو الإدارة الزراعية، حتى إذا كان على 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 أرض زراعية أو مباني أو تبوير أو كذا، وبيتحفظ المحضر أوتوماتيك، بيطلع حضرتك من الوحدة المحلية على الاسم التابع، ومن الاسم على النيابة، ومن النيابة حضرتك النيابة بتحقق فيه وبيروح لحد اسمه جاويش استيفا أو صول استيفا، ويشوف العقار ده صح أو المباني دي صح وكده، وفي الآخر بتنزل جلسة، والجلسة قلنا في الغالب ممكن تروح خبير علشان المحكمة بس يتضح أمامها الأمور بشكل أوضح. تمام. وبس بيصدر فيها غرامة، يصدر فيها البراءة. دي بقى ده موضوع تاني، يعني البراءة مش سهل قوي قضية مباني تاخد براءة، إلا إذا لو أنا النهاردة عندي محضر اسمه استئناف أعمال. محضر استئناف أعمال أنا ممكن أخد فيه براءة. ليه؟ لأن أنا عندي الـ القانون بيقول لي لابد أن أنا أعلم المخالف بأنك أنت استأنفت الأعمال، فوقف الأعمال. أوقف الأعمال المخالفة. هو مبارح حضرتك راح خالف خالف وعمل مباني بدون ترخيص، وبكرة استأنف الأعمال. أنا قلت له النهاردة خلاص أقف، بكرة ما سمعش الكلام واستأنف الأعمال. استأنف الأعمال المفروض أن أنا المادة واضحة وصريحة في القانون بتقول لي لازم ولا بد ان انت تروح تمضي المخالف بشخصه على انه خلاص، وبحط ما يفيد على العقار، وحاجه اسمها لصق على العقار للاعلام والاعلان. والاسم التابع ليا بيقول نفس الكلام على اساس ان انا ما يبقاش في حجه على مالك العقار. مخالفه ذلك تدي براءه. مخالفه ذلك يدي براءه. تمام. معانا محمد من كفر الشيخ. الو يا محمد. أنا محمد من كفر الشيخ. محمد، شكرا يا محمد. أرجو من جميع المتصلين يعني نسمع بعض من خلال التليفون، لأنه التلفزيون لما بيكون عالي الصوت بيرجع لنا مرة تانية، وحاج بتسمعه مرة تالتة، فبناخد وقت طويل قوي والصوت بيبقى مش واضح. طيب خليني بقى نتكلم على شروط التظلم. هو احنا قلنا سعادتك يا دكتور، هو القانون بعض مواده مرتبطه ارتباط وثيق. يعني انا قدمت للتصالح. ايوه. اللجنه زي ما حضرتك وضحت نزلت. عينت.
انا كمواطن من حق اتظلم من قرار اللجنه؟ انا شايف انه مثلا مبالغ فيه او غير مناسب. هو طيب بعد اذنك معانا محمد صلاح من الشرقيه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا فندم، اتفضل. حضرتك انا قدمت على المخالفه بتاعه المباني، وحضرتك طلبوا مني تقرير استشاري، ورحت عملت تقرير الاستشاري. التقرير الاستشاري دوت دلوقتي هيطلبوه او اتلغى؟ لا، انت دلوقتي يا محمد عندك مخالفه، تمام، عباره عن عقار مش كده؟ طيب العقار كم دوت دور؟ كم دور؟ كم دور ومساحه قد ايه؟ هو المساحه 150 متر. كم دور؟ هو عملنا دور الارضي والدور الثاني عمدان، فجاله دورين. ده في قريه ولا في مدينه؟ في قريه. في قريه. قدمت انت قدمت على بمستنداتك كلها؟ قدمت الطلبات اللي هو مطلوبه؟ قدمت المستندات، وقال من ضمن المستندات لازم تقرير استشاري من مهندس هو لابد من ضمن المصاغه الاوراق المطلوبه علشان الملف بتاعي يقبل ويبقى جاهز، تقرير استشاري وتقرير هندسي. تمام، لازم اتنين تقرير. تقرير لازم عندي رسم معماري من مهندس معماري ومدني، ولازم رسم من مهندس استشاري في تقرير استشاري. التقرير ده اللي يقول لي والله المبنى سليم والمبنى قائم وما فيهوش خطر على الشاغلين او على المره او الجيران. تمام، ده مهم قوي يعني. طب حضرتك هل التقرير الاستشاري ده اتلغى فعلا ولا لسه؟ مفيش حاجه اسمها اتلغت، وامبارح كان في اشاعه طالعه كمان بتقول ان هيتم مد القانون التصالح لمده سنه. الكلام ده غير صحيح، الحكومه نفته امبارح جمله وتفصيلا. تمام تمام يا فندم، بشكرك يا محمد، بشكرك. نرجع تاني للتظلم. انا من حقي في البدايه اتظلم؟ طبعا. على اللجنه اللي نزلت. هو النهارده سعادتك يا دكتور، سريعا كده، انا بقدم الطلب الاول في البدايه. انا يعني هتكلم في عجاله شديده في نقاط سريعه لانها دي تهم المواطن قوي. طبعا. انا قدمت الطلب خلاص النهارده في الاربع خمس ست مستندات المطلوبين، قدمتهم في لجنه للجنه في الحي. الحي اللجنه دي حضرتك بتاخد الطلب، بدفع الرسم بتاعي بتاع فحص الطلب بقى من 500 جنيه ل 5000 حسب قيمه العقار والمكان وبتاع. هي بتحدده لي يعني، عندها النظام ده موجود بالاطر دي بالانظمه دي تحديد ودقيق يعني. بعد كده انا في لجنه تانية هي اللي بتنظر في الطلب مدى جديته من عدم. اللجنه ديت بتبقى من خارج الحي او من خارج الجهه الاداريه. فاللجنه اللي من خارج الجهه الاداريه بيبقى فيها ايه؟ مهندس استشاري خبرة لا تقل عن 10 سنين، وبعدين عندي اتنين مهندسين، واحد مدني وواحد معماري، وعندي اتنين مهندسين تاني مقيدين في نقابة المهندسين لمدة لا تقل عن 10 سنين. اتفضل. يعني الاتصالات معلش كتير. واضح واضح. اتفضل. مهم معانا الحاج سعد من البحيرة. ايوه اتفضل. ايوه استاذ حامد اتفضل. انا عندي مبنى مخالف من 2011، وخدت فيه براءة، ما كان معمول لي محضرين، وخدت براءة المحضرين. تمام. وقدمت برضه على مصالحة في مجلس القرية، وعملوا لي تقرير هندسي ورسم كروك للمبنى. نكمل ولا نعمل ازاي؟ لا تكمل. لازم نكمل في مجلس المدينة بتاع المركز. لا تكمل يا حاج. تكمل الملف بتاعك، ومهم قوي تعمل تقرير سلامة إنشائية، ومهم قوي الرسومات المعمارية، وتقدم وتكمل. انت في قرية مش كده؟ في قرية. ايوه. العقار كم دور؟ العقار دورين، وداخل الكتلة السكنية يعني، لا يما ارض زراعية ولا يما املاك دولة ولا حاجة. طب الحمد لله، الامور هتبقى سهلة يا حاج، وهيقبل الطلب، وهتدفع مبلغ مش كبير ان شاء الله، ويبقى ده افضل ليك ولاسرتك يعني. بشكرك يا حاج سعد، بشكرك. يا فندم، هو دلوقتي انا يهمني قوي لان الامور كلها مرتبطه بعضها البعض، لا تنفصل. لازم اعرف بالظبط انا العقار المخالف دوت ايه هي الحالات التي لا يجوز فيها التصالح، عشان بعد كده لما يترفض الطلب اروح اتظلم. الحالات التي لا يجوز فيها التصالح ايه؟ واحد، اعمال مخالفه للسلامه الانشائيه. زي ما قلنا عايز تقرير استشاري وتقرير سلامة إنشائية علشان العقار ما يقعش على شاغليه.
وعشان العقار ما يتمش هدمه او كده او يضر بالشاغلين او بالسكان او بالجيران. قال لي التعدي على خط التنظيم والشارع ده كلام برضو ما ينفعش اصطلح فيه نهائي. اما انا دلوقتي جرت على حق الدوله وعلى حق الناس، الناس اللي بتمشي في الشارع، يبقى ينفع اصطلح ازاي؟ ما ينفعش. قيود الارتفاع لسلطه الطيران المدني. النهارده انا باني ناحيه مطار، ناحيه كذا، مطار امبابه، مطار القاهره، مطار المازا كذا، لا المنطقه دي ليها خصوصيه، فما ينفعش ابني 10 و12 و8 يعني لا. كل هذه النقاط ما فيهاش تصالح، لا خالص، فيها ازاله. نهر النيل ليه حمايه، بالظبط، الاثار ليه حمايه، كل الكلام ده ما ينفعش. باني على املاك دوله برضو ما ينفعش كل طيب. الكلام ده بعد اذنك اتفضل. معانا الحاج زكريا من كفر الشيخ. الو، ايوه اتفضل يا حاج زكريا. دكتور يا باشا، انا كل الكلام اللي انت قلت سعادتك ده يا دكتور حامد، اتفضل. انا بحترم راي سعادتك ومتابعك على طول من اول برنامج بتاع الجامعة تعمل في التلفزيون، ربنا يحفظك. انا بعيد عن كل المشاكل بتاع الدوله والطرق والعلو والسلامه الانشائيه، وهو احنا ليه بينطبق علينا القرارات اللي هي في المدن، في المدن الكبيره؟ احنا ناس فلاحين وبنين بعيد خالص في اراضينا علشان نجوز عيالنا بعيد عن الحكومه وبعيد عن مشاكل الحكومه في السكن وسكن الموظفين وكده. فسيادتك انا دلوقتي باني في ارض وبعيد عن الطرق وبعيد عن الامن بتاع حق الدوله والنيل والكلام ده. على ارض ارض زراعيه حاج زكريا؟ انا باني على ارض زراعيه، بس طبعا زمان ايام الدكتور يوسف والي ما كانوش بيعملوا لنا احلال وتسجيل وحدود الزراعي. فانا بنيت بناء على ان ما رضوش يعملوا لي ترخيص احلال وتسجيل عشان عندي ثلاث حدود زراعي. وبناء عليه انا بنيت في 2011. فتعمل لي محضر، وطبعا خلصت من النيابه، بس طبعا لسه الزراعه ما خلصتش مني. تمام. يا دكتور حامد، احنا لا في مدينه واحنا في قرى، في ارض، في ارضنا، في بيتنا، في ملكنا. وسيادتك انا راجل موظف وهم مصعدين علينا السلامه الانشائيه، المهندس الانشائي، وكل دي تكلفه على المواطن الغلبان اللي زي حالاتي. والله بصراحه انا معاك، يعني برضو الموضوع ده يا دكتور حامد انا بحترمك وبحترم برنامجك من اول ما بدا. ربنا يحفظك. لان انا فلاح وعندي ارض زراعيه. ولا طالبت الحكومه تشوفك لعيال، انا عيالي شغاله في العاصمه الاداريه. وجوزتهم في الشقتين اللي انا بنيتهم. عليا اقساط للعمليه الانشائيه، وانا لا انا بسكي الناس ولا بينطبق عليا القانون بتاع السلامه الانشائيه. تمام. طيب بشكرك حاج زكريا، يعني هنشوف راي المستشار علي سلمان في هذه النقطه. بشكرك جدا. هو الحقيقه يعني النماذج دي يا دكتور كتيره. يعني انا النهارده لو لقيت عندي من 3 ل 4 مليون مخالفة مباني موجودة، أنا هلاقي 50% بالنماذج دي. فأنا اتعلمنا من 35 سنة قانون ومحاماة وكده للنهاردة إن في حاجة اسمها القانون وروح القانون. لدرجة قال لي اديني قانون ظالم وقاضي عادل. اديني قانون ظالم وقاضي عادل. أنا عايز روح القانون أشتغله النهاردة لسبب. الحقيقة الظروف لا تقوى. يعني 50-60-70% من الناس اللي هم مفروض يدفعوا ويقننوا مسائل المخالفات، هلاقي كتير يا دكتور بالأحوال دي. احنا النهاردة كان عندنا حوالي 10-12 متصل. معظمهم قال لي أنا من قرية في البحيرة وقرية في أسوان وقرية في كفر الشيخ وكده. ما كلمنيش حد مثلا من مناطق راقية أو كده. ليه؟ لأن بتاع المنطقة الراقية هو كده كده هيدفع. تعال أقول لك القانون قال لي إيه يا دكتور. القانون قال لي، وده من عيوبه، هو برضو في شوية عيوب، ما فيش كلام، أبداً من صنع البشر في عيوب. طبعاً طبعاً الكمال اللي ومن ضمن التخبط اللي في القانون إن أنا كل يوم والتاني أنا عمال أعدل وعمال أغير وعمال أبدل، ودولة رئيس الوزراء الله يكون في عونه بيحاول جاهداً إنه برضو إيه، مش عايز أقول جملة ترقيع، لأن الحقيقة هو طلع من مجلس الشعب في عشيات وضحاها وفي عجالة ما كنتش أحب يبقى كده. خاصة على رأس المجلس راجل قامة دستورية كبيرة، كان يجب التأني قوي عشان أطلع حاجة كويسة ما بقاش فيها اللغط والعبث واللي احنا فيه دوا. احنا النهاردة ما فيش يا دكتور قناة
فضائية ولا في جريدة ولا في مجلة ولا في سوشيال ميديا ولا كذا إلا بتتكلم عن القصة دي. طبعا ما عشان فالدليل على كده إن إحنا إن إحنا الناس في حيز بيس والناس تايهة. أجي النهاردة حضرتك كنت بتقولي اللجنة. اللجنة اللي أنا بروح لها هي لجنة خدت الطلب مني بتاع الحي وسلمته لجنة تانية بقرار من المحافظ. عملت إيه؟ لجنة بقرار من المحافظ من خارج أعضاء الحي كلهم. منعا للشك منعا للشك والريبة وكذا وكده عشان يبقى فيه وضوح وشفافية. تمام. هي فيها مهندس استشاري الرئيس بتاعها وفيها اتنين مهندسين من مهندس مدني ومهندس معماري واتنين مهندسين من نقابة المهندسين وفيها ممثل لوزارة الداخلية يرشح من الحماية المدنية. ليه مهندس ليه حد من وزارة الداخلية يرشح للحماية المدنية؟ قال لي ما يمكن انت رايح تعاين، دول بقى شغلتهم يروحوا يعاينوا العقار المخالف اللي انا قدمت له امبارح الملف بتاعه. فهيروحوا يعاينوا العقار المخالف لقوا فيه ايه؟ ليه هياخد بتاع حماية مدنية؟ علشان اشوف جايز السلامة الانشائية مظبوطة. ولكن جنبيه مثلا او مبني فيه فرن او مبني فيه مطعم او مبني فيه كذا، فده هيضر بالشاغلين. لا ما ينفعش. طب جايز ان هو على مسافة الشارع 4-5 متر، معنى ان انا حقنن لك وديك وكده 4-5 متر، لا قدر الله لو في حريقة او كده مش هيعرف لا يخش، لا بتاع اسعاف يخش ينقذ مريض ولا حريقة موجودة في العقار. الامثلة دي كتيرة خالص. كتيرة يا دكتور. واحنا اتفقنا 50-60% من ال3 مليون مخالفة معظمهم بالوصف والوضع اللي انا بقوله. احنا في ابراج يا فندم يا دكتور على حوالي 3 متر و4 متر. انا اعرف كويس جدا ده موجود. حضرتك ماشي على موجود. على الدائري بتشوف موجود الامثله دي. فالنهارده اما الاقي برج 10 12 دور وبعدين داخل في حاره 4-5 متر. طيب بعد اذنك اخيرا معانا رمضان من القاهره. الو اتفضل. الو اتفضل. اتفضل يا رمضان. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا عاوزين نزرع شجره مانجا، نعمل ايه؟ عاوزين نزرع شجره مانجا. لا مش طيب. طب يا رمضان يعني خلي سؤالك ده في الحلقات القادمه. بشكرك. هو النهارده يا دكتور انا مثلا القانون قال لي من 50 جنيه ل 2000 جنيه، وده من عيوب القانون. انت من 50 جنيه يعني ايه ل 2000 جنيه؟ قال لي يعني سعر المتر ما جا قنن لك يبقى من 50 ل 100 جنيه ل 2000 جنيه. قال لا يعني انا النهارده قاعد مثلا في منطقه ريفيه ب 50 جنيه وبعدين الراجل بتاع الزمالك هدفعه 2000 جنيه. الراجل بتاع الزمالك اللي على النيل والراجل بتاع جاردن سيتي اللي على النيل والراجل بتاع قصر النيل ادفعه 2000 جنيه يعني يدفع له 50-60-100 ألف جنيه 150 ألف. وإيه يعني ده الشقة بخمسة مليون هناك. والراجل الغلبان اللي هو موجود في المنطقة الفلانية أو لظروفه كذا أو كده تقول له لا ما لا يستوي، حرام. أنا كنت يبقى الوضع غير كده. يعني ما هو إحنا مش هنقدر نناقش مواد القانون مش حياة خلاص، لأنه خلاص القانون بقى أمر واقع. إحنا لكن خلينا نستكمل الحوار ونشوف شروط التظلم. ولكن أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل فانتظرونا. أرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، وأجدد الترحيب بضيفي وضيفكم في هذه الحلقة السيد المستشار الأستاذ علي سلمان الخبير القانوني. برحب بحضرتك. أهلا يا دكتور. أهلا بسعادتك فندم. احنا كنا بنتكلم الحقيقة على شروط التظلم على لجنة المصالحات. يعني تمام. أنا قدمت واللجنة نزلت وقالت تقرير معين. هو سعادتك مفروض ان انا لما بقدم الطلب بيقعد 30 يوم وبعدين يحوز القبول او الرفض. حاز القبول خلاص انا اللجنه بتختارني سعادتك وبتقول لي والله الطلب بتاعك تم قبوله. في جديه تصالح بروح ادفعها، شهاده باخدها، عندي قضيه ولا حاجه بستخرج نموذج ثلاثه او شهاده اروح اخلص بيه القضيه، كل ده كلام كويس. يبقى مسألة القبول للطلب دي مسألة سهلة وميسورة لو أنا كل مستنداتي جاهزة موجودة ومظبوطة ومضمونة وتمام واللجنة نزلت عينت وقالت لي لا غبار على الطلب بتاعك. القصة في الإيه؟ في الرفض. الرفض هنا النهاردة أنا برضو خلال الثلاثين يوم لقيت الطلب بتاعي اترفض قلنا لحالة من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح. جايز إن أنا باني
مخالف للسلامة الإنشائية أو جنب الآثار أو على ضفاف النيل أو حرم النيل أو على قيود الارتفاعات تعوق الطيران المدني أو جنب الضغط العالي، كل ده كلام مش كويس. فاللجنة بتقول لي والله لا، أنت طلبك مرفوض. أروح أتظلم سعادتك خلال 90 يوم، المحافظ المختص خلال 90 يوم المحافظ المختص بيعمل لجنة اسمها لجنة التظلمات. لجنة التظلمات كما أوجب القانون في إحدى مواده عبارة عن يرأسها مستشار في مجلس الدولة وعضوية 2 مهندسين، واحد معماري والتاني إنشائي، زائد 2 مهندسين من نقابة المهندسين، يعني يبقى مدة تخرجهم وخبرتهم لا تقل عن 10 سنين. في حالة الرد على الطلب خلال المدة القانونية اللي هي 90 يوم، خلاص يبقى أنا الرد على الطلب بيبقى بالإيجاب برضو أو بالرفض. يعني إما تم إصلاح لعوجاج الخاص بالرفض، مثلا في ورق مستند ناقص أو أنا مثلا كنت مخالف حاجة معينة ما قدمتهاش أو كل الكلام ده، جايز اللجنة وهي تبقى سلطة أعلى من اللجنة الأولانية اللي رفضت الطلب اللي هي لجنة التظلم اللي بيرقصها مستشار في مجلس دولة، قالت لا والله ده الراجل ده من حقه وكده، وعملت لجنة تانية تعين وكده ولجنة أعلى وقالت لا من حقه إنه تقبله طلب التصالح ويتم السير في طلب التصالح وياخد يدفع جدية التصالح والأمور تبقى كويسة. طب أنا النهاردة كنت دافع جدية التصالح والطلب اترفض، أسترد المبلغ تاني. طيب الحاجة التانية، لو أنا النهاردة اترفض الطلب بتاعي، أولا الطلب اترفض أنا بروح للمحكمة على طول. أنت عارف القضاء المصري هو الملاذ الآمن والملجأ الأخير والحصن الحصين للشعب كله، يعني طبعًا خلاص طبعًا إيه طبعًا الحقيقة يعني بدونه يعني هو صاحب كل يعني يلجأ له كل صاحب مظلمة يعني طبعًا. الحاجة التانية أنا هفترض جدلا أن أنا الطلب ما ردوش عليا خلال 90 يوم، ودي مهم قوي، يعني هي نقطة بسيطة داخلة في المادة يمكن صفحة كاملة، ولكن النقطة دي في آخر المادة خالص بتقول إيه؟ وفي حالة عدم رد اللجنة لجنة التظلمات على المتظلم، في حالة عدم الرد عليه خلال مدة 90 وانقضاء المدة حتى إلى بالنص وانقضاء مدة 90 يوم، ده يعتبر قبول للطلب. أقولها تاني دي نقطة مهمة فعلا. في حالة رد خلاص بالإيجاب أو الرفض. طب في حالة انقضاء المدة 90 يوم وما ردتش اللجنة، ده يعتبر إيه؟ قال لي ده يعتبر قبول للطلب أو قبول للتظلم خلاص، ويتم النظر فيه. أنت عارف القبول بيبقى دايما إما صراحة أو ضمنا. ده هيبقى قبول ضمني. القبول الصراحة اللي هو بيقول لي وأقول له وامضيله بالظبط، رسمي. الضمني اللي هو ما ردش عليا، فهو الضمني ما ردش عليا، وده بقوة القانون لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. فالنص واضح وصريح، قال لي إيه؟ قال لي لو عدت 90 يوم والطلب ما بتش فيه ولا قال لك بالإجاب أو الرفض، فأنت في الحالة دي من حقك أن الطلب ياخد قبول وتمشي في السير في الإجراءات أوتوماتيك يعني. طيب بالنسبة لو أنا عاوز أتظلم على قرار اللجنة نفسه، يعني أنا قدمت للتصالح واللجنة نزلت وعينت ولكن حددت قيمة معينة للتصالح، أنا القيمة دي أنا شايف إنها إن يعني مغالى فيها يعني. زي حضرتك يمكن ذكرت طبعا أهالينا اللي في القرى وفي الريف، ده صحيح، عاوز أتظلم يعني. أنا طبعا النهاردة أمام حاجة من الاتنين، إما إن أنا برتضي بالمبلغ اللي هو اللي بتحدده اللجنة، أو أنا بحس إنه مغالى فيه. وإحنا اتفقنا إن المبلغ بتاع قيمة التصالح بيبقى من 50 جنيه ل2000 جنيه. من 50 جنيه هلاقيه في القرية وفي المناطق اللي هي البسيطة قوي. 2000 جنيه ضربنا مثلا دكتور لحد الزمالك ولحد جاردن سيتي ولحد كذا ولحد المدن الكبرى وعواصم المحافظات. زي ايه 50 و2000 دي للمتر يعني؟ للمتر سعادتك. انا المتر عشان نوضح بس. هو النهاردة سعادتك كان عندي انا باني بيت 100 متر. البيت ده 100 متر انا دور واحد، هنخلينا بساط قوي، فدور واحد في قرية هيحدد لي المتر في حدود من 50 غالبا 100-120 جنيه. مدام في قرية هفترض انه 100 جنيه، 100 متر يبقى 10,000 جنيه.
ضرب لي ال 100 متر اللي هو دور واحد في 100 جنيه ب 10,000، 10,000 انا ادفع حد ادنى لجديه التصالح بعد استيفاء الطلب من حيث كل اوراقه الشكليه والقانونيه، ادفع المبلغ اللي هو ربع المبلغ. الربع بيسموه جديه التصالح اللي هو هيبقى 25% 2500 جنيه، يبقى انا النهارده امام مبلغ 2500 جنيه وقسط الباقي، والباقي على 3 سنين. طب انا النهارده القانون موضح النقطه، موضح جدا. انا عايز اقول حته يا دكتور مهمه قوي. انا هفترض خدت شهاده النهارده ورحت، كان عندي جلسه بكره، وقفت الجنحه، المحكمه هتوقف مؤقت مش هتنهي، طالما انا مقسط، طالما انا مقسط، انا لو دفعت كل اللي عليا للبيت اللي هو ب 10,000 جنيه ما دفعتش 25%، هاخد ما يفيد ان انا سددت نهائي، واخد كاني معايا تصريح خلاص. وقلنا التصريح ده فايدته ايه؟ وهنرجع لحته المحكمه تاني، فايدته ادخل بيه نور، وادخل بيه ميه، وادخل بيه عوايد، واعمل عوايد، ويبقى ابن عم التسجيل. ليه؟ لان اتعمل بيه قانون، انا علشان اخد الورقه اللي في ايديا ديت اتعمل قانون مخصوص عشان اوصل للورقه دي اللي هي سميت بيها العقار بقى باسمي، وبقاله بقى ايه، وهيتعمل بقى لي كينونه. لا خلاص تم تقنين المكان، وبقى لي اعتقد قيمه الاماكن دي تزيد يا استاذ عمرو بعد عمليه التقنين. هنقول يا دكتور ان 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 القيمه السوقيه للعقار لا يستوي عربيه بترخيص او عربيه رخصتها منتهيه مع عربيه رخصتها فيها سنتين. تمام. لا يستوي. برضو لا يستوي سعادتك عقار انا النهارده الامور ده، انا النهارده وانا بكلم سعادتك كده، في عندي لما اقف في المكتب ناس بتبيع شقق، واحد بيبيع شقه في عقار خلاص عملوا له تقنين قبل العيد، كان قبل العيد عايز يبيع ب 200,000 مثلا، النهارده بيقول 350. زاد خلاص بقى وضع سليم، زاد 100%، زاد 100%، زاد 50%، زاد القيمه السوقيه بتاعت فالنهارده الموضوع اختلف. اجل لمساله ان انا خدت شهاده او نموذج ثلاثه ورحت بيها المحكمه، المحكمه هيبان في الشهاده والنموذج ان انا علي 10,000 جنيه دفعت 2.5 فاضل 7.5، فتيجي المحكمه ترجئ او تعمل حاجه اسمها وقف تعليقي. وقف تعليق الموضوع ده هيبقى موضوع مختلف، بياخدوا دلوقتي في تحديث للقضايا المباني من 2009 لحد 2020 على مستوى الجمهوريه، هيتعمل دلوقتي لكل عقار خلاص ملف، زي ما الولد لما بيتولد كده ليه ملف تأميني او ملف تأمين صحي او مش عارف ايه او كده، نفس القصة هيتعمل لكل عقار ملف، اللي هي كانوا بينادوا بيها علشان التسجيل وعلشان كذا وكده من سنوات طويلة، كانوا نادوا بمسألة تسجيل العقارات، ولا ده مغالى فيه، وحاولوا يبسطوا المسألة والامور ايه. فانا النهاردة لو جيت ما دفعتش قسطين متتاليين من الاقساط الربع سنوية، لان انا هدفع الباقي على 3 سنين، قسط ربع سنوية يعني كل 3 شهور، لو أنا دفعت قسط وقسطين ورا بعض، لأ على طول الحي هيبلغ الاسم، الاسم هتبلغ النيابة، النيابة هتقول للمحكمة القضية اللي على فلان الفلاني تتحرك تاني ويتم السير فيها، بدل ما هي كانت واقفة تعليق لحين الفصل لحين سداد المبلغ الإجمالي اللي عليا، لا هيتم السير فيها. يعني الامور واخده شكل، دي نقطه مهمه برضو، معلش علشان برضو يعني في بعض اهالينا الحقيقه يقول لك ادفع قسط وخلاص وانتهت القضيه. لا ما انتهتش الموضوع، انتهى، لا ما انتهتش القصه، لا ما انتهتش القصه، دي نقطه مهمه، دي نقطة ما انتهتش القصه. والحكومه يعني ايه شغاله كويس في الحته دي. طيب يعني التظلم من القيمه التقديريه بعد كده لجنه بتنزل تاني؟ انا ساعتين وهتبقى لجنه تانية ولا نفس اللجنه؟ لا نفس اللجنه، لا ما هو ما ينفعش دايما يا دكتور، لما اكون انا حتى مش هينفع تبقى خصم وحكم، لا بالظبط، لما اكون انا حتى في قضيه فيها في الخبراء والخبير جاب لي تقرير يعني مش في صالحي او كده، فانا بعترض امام القاضي على تقرير الخبير، فالمحكمه بتودي تاني إذا صحت الاعتراضات بتاعتي أمام القاضي، فالقاضي بيوديها تاني للجنة خبراء أو لخبير آخر خلاف الخبير الأولاني. فنفس القصة، أنا النهاردة اللجنة اللي نزلت عينت دي وكان معاها راجل من الحماية المدنية ومهندس استشاري وأعضاء من نقابة المهندسين وكذا، شافوا العقار تمام، ومعاهم راجل مهم قوي. الراجل اللي مع اللجنة ده راجل من التقييم المالي، مقيمين عقاريين، مقيم عقاري اسمه كده في هيئة الرقابة المالية. يبقى أنا في هيئة الرقابة المالية فيها واحد اسمه مقيم عقاري، شغلته دي
يعرف القيمة السوقية، القيمة السوقية للعقار الفلاني اللي في الحتة الفلانية قد إيه بينزل، فيقول لي والله العقار ده يساوي قد كده وقيمة المتر كذا وكده. فأنا بقى عايز أتظلم برضو، القانون واللائحة التنفيذية أفرضت الحتة دي، قالت لي لو أنا شايف إني، وهو على فكرة الأمور هي سهلة شوية في مسألة المبالغ، ولكن هو الناس برضو قلنا 50-60-70% الناس ظروف تعبانة، ظروف صعبة شوية إنما هو لما يقول لي متر 50 جنيه وبتاع، هو مش رقم، مش رقم لما أنا إيه ألاقي المكان بتاعي ليا والأولادي والأحفادي بقاله مسمى، زي ما قلنا النهاردة في مسمى لعمارة كذا كذا في الزمالك بقالها 100 سنة، فأنا العقار بتاعي بقاله مسمى، زاد القيمة السوقية بتاعته كمان في حتة جوهرية قوي. أنا النهاردة عندي ولدين ثلاثة، جوزت 2 فاضل 1، عايز أبني له دور. أنا دلوقتي لو بنيت وما عملتش تصالح أنا مخالف. طب عملت تصالح من حقي أبني. ليه؟ إذا كانت التقرير الإنشائي يسمح. يسمح. أنا دلوقتي ما عادش أنا هجيب المصحف أحلف له والمصحف ده العقار يسمح، لا. اللي أصدق مني ومنه التقرير السلامة الإنشائية. قال العقار يسمح خلاص. فأنت النهاردة مصلحة ليك حالية ومستقبلة. وجايز اللي خلصه النهاردة ب10,000 ما عرفش بكرة خلصه ب50. أو على المدى البعيد. فدي أمور مهمة. ولكن أنا عاذر المواطن. جايز الظروف المادية لا تقوى، وإحنا كلنا لمسين معظم الناس يعني الأمور عاملة إزاي أو الأمور شكلها إيه من ناحية الاقتصادية. تمام. هل عدد الأدوار بيؤخذ في الاعتبار أثناء التقييم؟ يعني عقار مثلا من دور هيختلف عن عقار من 5 أدوار أو من برج مثلا 15 و20 دور؟ سؤال وجيه جدا ومحترم. هو أنا النهاردة عندي 100 متر، عقار 100 متر. العقار المية متر دوت على مساحة 100 متر عبارة عن دور واحد، يبقى ده بتحاسب على 100 متر. طب على دورين أنا باخد المهندس اللي بيعمل لي الرسومات المعمارية على أساس إن هو يشوف لي بيقيس الدور الأرضي، والدور اللي فوق بيبقى أكتر من الدور الأرضي. ليه؟ لأن بيقول لي اللي فوق فيه ردود وفيه بلكونة وفيه كذا وفيه كذا، فبالتالي عندي 100 متر تحت، فوق ممكن يبقى 120. 120 صح؟ طب دورين بقيت كده أنا أمام كام؟ 220 متر. طب دورين بقيت أمام 330 وهكذا. يعني أنا باخد عدد الأدوار قد إيه؟ يعني انا عندي النهارده 10 ادوار. لا لا معلش، النقطه أقولها دي تاني لان النقطه دي اقولها تاني، ما انا هقول لسعادتك لا عشان نكون واضحين يعني. هل القانون موضح بعد اذن حضرتك؟ معانا القانون اهوت. القانون موجود اهوت ولائحته التنفيذيه وكله يعني. تمام. لا ما هو انا عدد الادوار، ما هو دكتور برضو قلنا لا يستوي طبعا، ما انا عشان كده بسال حضرتك. والا يبقى القانون ظلمني بقى. يعني خلاني انا طبعا اللي باني درج، اللي باني برج من 15 و20 دور، ما هو خد ملايين. يعني انا النهارده عندي 200 متر دور ارضي بس مخالف، وده عنده دور ارضي 200 5 ادوار في 200 متر يعملوا 1000 متر. هل يستوى ابو 5 ادوار مع دور؟ لا طبعا لا يستوي يعني. لا يستوى. لا طبعا لا يستوى. وبالتالي بتبقى المبالغ بالنسبه للمباني العاليه، ما هو بقى والابراج بتكون مبالغ ضخمه. المباني العاليه يا دكتور اصله انا دلوقتي في الراجل الطيب بتاع البحيره والراجل الطيب بتاع كفر الشيخ باني دور واتنين. طب بالمناسبه معانا ابراهيم من الغربيه. اهلا وسهلا. الو. ايوه اتفضل. جات مستشار لو سمحت. اتفضل اتفضل يا حاج ابراهيم. ايوه سيادتك، انا خلصت التصالح وخدت النموذج. طيب تمام. وكان عندي قضيه قدمتها في قدمت النموذج. بعد كده في القانون بتاع جديد التصالح ده طلع. النموذج بتاعي ساري ولا لازم اعمل جديد تصالح؟ انت دفعت كام المبلغ بتاع جديد التصالح؟ انا ما عملتش جديد التصالح اصلا، انا كنت بادئ في الموضوع ده هوت من زمان. كنت بادئ من زمان. طيب قانون جديد التصالح ما يطلع لا حد، هو بيكون بيقنن وضعه من فترة، هيدفع برضه جدية التصالح. لان هو اللي راح دفعه، اللي راح عمله ان هو قدم الملف فيما يفيد ملكيته للعقار وفيما يفيد صفته من بطاقة وكذا، وما عملش رسومات هندسية او عمل. انت عملت رسومات هندسية يا ابراهيم؟ طيب شكرا يا ابراهيم، معلش تابع معنا.
عمل على فكره في امثله كتير كتير جدا استاذ علي بالوضع ده. يعني هو كان ماشي في الاجراءات عشان يقنن وضعه قبل القانون. لا هو مش قبل القانون. هو حضرتك القانون صدر في 8/4/19 ففي ناس من 9/4/19 اشتغلت. احنا لحد حضرتك 1/7 السنه دي 2020 يعني بعد مضي 15 شهر من صدور القانون ال 3/4 مليون مخالفه اتقدم لهم للتصالح كان 325,000 النهارده 550. النهارده وانا بكلم سعادتك 550 يعني خلال 30 رقم زهيد زهيد جدا خمس او سدس او سبع الواحد على سبعه او كده من اجمالي قيمه ال هو الموضوع محتاج نظر برضه يعني محتاج نظر رغم ان الوقت اصبح ضيق و30 9 خلاص على الابواب طبعا وفي ناس لسه ما بداتش خالص خالص وفي ناس ما قدمتش يعني انا 550 من 3/4 مليون مخالفه برضو يعني مش نص المخالفات او 50-60% منهم فده رقم زهيد. نيجي نشوف حضرتك كنت سعادتك بتسال على لو طيب استاذنك معانا اسامه من كفر الشيخ. الو الو السلام عليكم. اتفضل. عليكم السلام. انا دكتور حامي. اتفضل. انا مخلص الملف بتاعي كامل الرسومات من شهر واحد شهر يناير. بس المهندس الاستشاري خد مني مبلغ وقدره 5000 جنيه. ال 5000 جنيه دولت مديني فاتوره بيهم اسمها ايه نقابه المهندسين. الفلوس اللي اندفعت في نقابه المهندسين دي مصيرها ايه؟ دلوقتي الناس اللي 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 بيكملوا اوراقهم وملفاتهم المهندس بيعمل لهم الرسومات ب 800 جنيه بس. الفلوس اللي راحت نقابه المهندسين دي مصيرها ايه؟ هقول لك. الاول يا حاج اسامه لابد ان الرسومات الهندسيه والانشائيه تعتمد من نقابه المهندسين والمتر عليه 5 جنيه بيتم سداد مبلغ 5 جنيه على المتر. عايز تروح معاه تدفعها بنفسك ماشي بيدفعها وبياخد ايصال مختوم يديهولك ماشي. لازم اعتماد الرسومات الهندسيه من مهندس نقابي يروح نقابه المهندسين بالكارنيه بتاعه ويعتمده لك رسمي على المتر 5 جنيه. يعني المبلغ ده مقابل الاعتماد الرسمي مقابل هندس. الاعتماد. اما المبلغ اللي قبل كده اللي هو انت اديته له ده عشان مكتبه وشغله وكده. في يعني استفسار تاني؟ احسبه على المتر 5 جنيه للنقابه. لا دي للنقابه وده كلام مظبوط وصح والراجل 10 على 10 كده. انما لو زاد عن المتر 5 جنيه يبقى هو واخده لمكتبه. لا الخمسة هو جنيه انت هتاخد ايصال يا حاج اسامه يعني هو ما انت هتاخد ايصال من بالمبلغ من النقابه يا سعاده الباشا. انا عندي 346 متر على 3 ادوار 346 متر على 3 ادوار دافع فيهم فلوس للنقابه 3000 جنيه للنقابه. مديك ايصال بيهم؟ ايوه معايا ايصالات بيهم. ايصال بال 3000 وشويه؟ 3010 جنيه. اداك ايصال ب 3000 جنيه يعني؟ اه خلاص ده ايصال من النقابه رسمي ملوش دعوه باي حاجه والراجل سليم كده يعني. مش هيتخصم من الفلوس؟ لا ما يتخصمش من جديه التصالح والمبلغ. لا 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 حلو السؤال ده يا حاج اسامه دي شطاره برضه. طيب يا دكتور حامد كمان معلش هطول على سيادتك شويه. اتفضل سريعا. انا دفعت جديه التصالح وخدت الجسيمه اللي هي 33 دي ماشي واللجنه ما نزلتش. هتنزل لسه خلال 3 شهور لسه الكلام. انت قدمت امتى؟ مقدم قبل العيد. لا لا لسه. لا لسه بدري. ما هو زي ما قال الاستاذ علي قدامك يعني خلال الثلاث شهور. لسه شويه. بشكرك أي. بشكرك حاج اسامه. يعني هي اسئله برضو لا تمس الموضوع وتهم الراي العام يعني. يعني هو اللي بيتصل عنده موضوع في كمان 100,000 زيه عندهم نفس الموضوع المماثل يعني فلما يسمع الامور تتضح اكتر يعني. بس حضرتك اكدت انه الارتفاعات بتؤخذ في الاعتبار. عدد الادوار بيؤخذ في الاعتبار. ما هو الراجل قال دلوقتي ودي نقطة الاستاذ اسامه بتاع كفر الشيخ قال كده لسه متصل قال ان هو خد مني 5 جنيه في 300 كذا متر. ليه؟ لان هو عنده عدد الادوار كذا.
فاحنا اتفقنا على ان الراجل اللي باني دور غير اللي باني اتنين غير اللي باني عشرة. تمام. وكمان طيب. اللي باني عشرة وخمسة واكتر من خمس ست ادوار ده باني تجاري على طول. اكيد طبعا. يعني اكتر طيب. من ست سبعة ادوار ده راجل تاجر. فالحكومة مش هتسيبه وتظلم اللي عنده دور واتنين يعني. بالظبط. في سؤال مهم اسأله لحضرتك لكن معانا يوسف من كفر الشيخ. تاني. ايوه اتفضل. احنا بنين حوالي 200 متر دور ارضي بلوك ومزبوط. وطبعا كانوا طلعوا موضوع ان جديه التصالح 40,000 جنيه على البيت. فاحنا مش عارفين ايه النظام دلوقتي ال 40,000 جنيه ورجع ممكن المستلف ما توصلش للرقم ده. هو كم يعني دور؟ كم دور يا حاج يوسف؟ دور ارضي، دور واحد بس بالبلوك ومظبوط ومنوفه للمواشي متعرشه بالعروض. 40,000 الاجمالي ولا جديه التصالح؟ جديه التصالح قد ايه؟ وهل هي 25% او احنا وبعض الاوراق ال 40 دول ايه يا اخ يوسف؟ انا كنا سمعنا بيقولوا 40,000 جنيه جديه التصالح. لا لا ركز معلش، هل هم جديه التصالح ولا ده المبلغ الاجمالي وهتدفع ربع جديد؟ احنا حضرتك لسه ما قدمناش وما كان تناقش. ما قدمتش بقى لا لا، يبقى انت اما تقدم تجهز ورقك وتقدم وتروح الكلام اللي هو بيقوله لك اي حد ده من غير الموظف المختص او اللجنه المختصه ما تسمعوش. طيب احنا دلوقتي احنا في قريه، سعر المتر كام؟ سعر المتر في القريه مش هيزيد من 50 ل 150 جنيه. ماشي يا باشا. بشكرك يا حاج يوسف. طب احنا دلوقتي لو سمحت يا دكتور بس سريع، بالنسبه لاوراق الملكيه احنا طبعا بنين على ارضنا ارض زراعيه. فطبعا احنا معانا او الاوراق ما فيش ملكيه، احنا معانا مثلا جاي من الجسمه معانا مع ومسجله عادي اسمع اسمعني يا حاج. أيه. عادي اسمع ده كويس. معاك ورق نور قدمه، ورق ميه قدمه علشان يقول أيه. انت من امتى بس، هو عايز يعرف تاريخ البناء امتى. 2011. احنا من 2011 قدم ما يفيد انك باني من 2011. ايوه معانا المحاضر بتاع التبوير ومحاضر كل ده كل الاوراق دي قدم. قدم محاضر التبوير وكده دي هتفيد خالص يعني. بشكرك يا حاج يوسف. ماشي. سؤال مهم يا استاذ علي. انا مواطن اشتريت شقه في عقار في برج، برج ده مخالف يا فندم، وصاحب العقار او صاحب البرج مش موجود، توفى او سافر، والدولة طالبة تصالح. تصالح مع مين؟ مع المالك ولا مع اللي مالك الشقة في البرج ولا مع المستأجر ولا إيه الوضع؟ مين اللي يدفع يا فندم؟ طيب هو أولا دار الحديث بلغط شديد في النقطة دي بالذات، بلغط شديد خلال الشهر الماضي كله، خلال شهر أو أكتر من دلوقتي سابق على دلوقتي. مين يا رب اللي يدفع؟ هل الراجل اللي بنى العقار 10 15 دور ومشي واستفاد وخد له 7 8 مليون جنيه ومشي، ولا مشتري الشقه اللي اشترى وهو عارف برضه انها مخالفه، بس جايز مشتري الشقه اشترى وهو عارف ان العقار مخالف؟ والا لو هو مشتري وعارف ان العقار، وما تقوليش اصله مشتري حسن النيه، لا وما قلتش انه سيء النيه على فكره، اصل ده كان وضع عام يا استاذ، كان وضع عام، وهو الوضع العام ده هو اللي احنا دلوقتي بنحاول تقنينه دلوقتي. انما الراجل اللي خد 7 8 مليون جنيه ومشي، هو اولا اللي بنى مخالف، وهو اللي خالف اشتراطات الترخيص واشتراطات التنظيم، هو اللي خالف القانون، وهو اللي قبض، وهو اللي قبض والظبط وكون نفسه كويس جدا وساب الدنيا تغرق يعني. انا عندي حاجه من اتنين، الراجل ده موجود هو اللي هيحاسب ويعاقب لان معمول له محضر، ومحضره في الاداره المحليه موجود وفي الحي، فبياناته كلها معروفه. طب الراجل ده مش موجود، عندي حاجتين. الحاجه الاولانيه اجباري ان العقار ده نعمل له اتحاد شاغلين او اتحاد ملاك، والقانون بينص على اتحاد الشاغلين واتحاد الملاك على ان يروح يتقدم واحد منهم اتنين منهم يفوضوه وياخد تفويض باعتذار انه هو يروح يقدم على عنده 10 12 15 شقه بعقود الملكيه اللي هو شاري بيها من الراجل اللي هرب، زائد اذا كان معاه ميه نور غاز كذا،
وبيروح يقدم، وهتتعمل لجنة، واللجنة هتحدد برضو سعر المتر قد ايه، وهتقنن المسألة دي. طيب دي خلاص. الراجل بقى، الراجل ده انا عرفت اجيبه يبقى خير وبركة. الراجل ده هرب، بيصدر ضده احكام لحين ضبطه بقى او لحين كذا، والنماذج دي موجودة كتير دلوقتي. كتير طبعا الموضوع موجودة. اللي هيدفع بقى مين؟ اللي هيدفع دلوقتي، ما انا لازم العقارة قننه. وانا قلت لك سعادتك يا دكتور من دقايق كده ان عندي حالة، الشقة كانت من شهر وشوية كده بمئتين وشوية الف، النهاردة 350 او 400. دليل على ايه؟ على ان مالك الوحدة السكنية اللي اشتراها وهو عارف انها مخالفة او مباني مخالفة، اما راح قننها النهاردة ودفع 20-30 الف، هو هيروح يدفع كبيره قوي 20-30. يعني برضو عايزين الامور تبقى هادية شوية. يعني انا هفترض يا دكتور انه هيدفع مالك، نتمنى ان هي تكون، لا انا هفترض مالك الشقة هيدفع كبيره 40 الف. مصر 40 في كام شقة؟ 20 بحوالي مليون جنيه. فاربعين الف انا هدفعهم ايه يا دكتور؟ هدفع الربع والباقي هقسطه. يعني انا ما ادفع 10,000 جنيه والباقي هقسطه، ويبقى القيمة السوقية بتاعة الشقة بتاعتي غلى سعرها وعلى سعرها. ده كلام محترم. ولما بيعها وهي زي عقد مرخص او عقد مسجل او ورقة مسجلة، تمام. ده برضو كلام تمام استاذ علي. بس هو طبعا يعني طبعا قال تقدمه للتصالح، للأسف ما زال الرقم زايد جدا. نتمنى انه الناس تتقدم علشان احنا الوقت قرب ينتهي. الحقيقة انا سعيد جدا بهذا اللقاء، وطبعا وبنشكر حضرتك على ردك على الاستفسارات اللي جات لنا الحقيقة من محافظات مختلفة لأهمية وحيوية هذا الموضوع. في نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، لا يسعني أن أتقدم بجزيل الشكر للسيد المستشار الأستاذ علي سلمان المستشار القانوني. بشكر حضرتك جدا يا فندم على هذا اللقاء. أنا اللي شاكر ذوق سيادتك. شكرا يا فندم. الشكر أيضا لكم أعزائي المشاهدين على كرم المتابعة، والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرها. اللهم أمين. إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم بمشيئة الله، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.